أولا أثرت موضوع أن بعض المرافعات كانت خارج السياق وغير موضوعية ولمست قضايا لا علاقة لها بدفوع التشكيل التي أثرناها، الأمر الذي جعلني أتحدث عنها وعلى رأسها بعض المرافعات السياسية، وكنت أتناولها وأرتب عليها أثرا، إلا أن الطرف الآخر يعني استشهد غضبا لعلمه أنني سأرتب أثرا عليها، وأؤكد أن هي محاكمة سياسية من طرف البعض. أنا لا أقول محكمة سياسه الموضوع، بل جهات اخرى هي التي سياسه الموضوع، والدليل هو المرافعات السياسيه الطويله التي دامت زها ربع ساعه واعتبر زلت لسان. انا استغرب كيف زلت لسان تستمر لربع ساعه. احد دفاع، انا لا اعطي الاسماء، احد دفاع المطالبين بالحق المدني. انا ما احترم جميع الزملاء، ولكن انا اناقش الحدث ولا اناقش الشخص، من اجل الوصول الى حقيقه معينه، وهي ان هذه المحاكمه السياسيه من طرف البعض، والتأثير الإعلامي جاء في هذا السياق. الأمر الثاني هو إساءة فهم المادة 73، لأنه يعتبرون أن اعتبرت قضية جاهزة فأحيلت، على اعتبار أنها أحيلت في إطار يعني المادة 49 و 47. هي اللي تكلمت عليها، أنا جايك هذه المادة 49، أنا اللي ترتها اليوم، حيت ذاك المحضر الاستنطاق جاء فيه تطبيق مسطرة التلبس المواد 47 73 الاخرين. نعم، المادة 47 في المطبوع، المادة 47 والإحالة إلى غرفة الجنايات يكون بمقتضى المادة 419 لغرفة الجنايات للوكيل العام يحيل. تطبيقا لمقتضيات المادة 419 تتحدث عن مادتين اثنين، المادة 49 والمادة 73. من أين جاءت المادة 47؟ إذا هذا خطأ جسيم، لا يجب أن يؤدي ثمنه اتفاق 24. المادة 49 لا تتحدث عن الاعتقال، المادة 47 تتحدث عن الاعتقال، وهذا هو الأمر الغريب والمريب في الموضوع. إذا النيابة العامة يجب أن تنسجم مع نفسها بتصحيح هذا الخطأ، واعتبار ان المسطره كانت في غير حاله التلبس، مع تصحيح الخطا الثاني هو المده 49 وراه في حاله الاعتقال. سهله العمليه، ما تطلبش مجهود، ولكن اين هي الشجاعه القانونيه كي تقول هذا؟ لذلك فنحن نقول اعتقال تعسفي، والامور التي ساثيرها غدا هي حاله اعتقال التعسفي والتحكم الذي يمارس على توفيق 24، بالاضافه الى قضايا اخرى. المده 323 ناقشتها لان فيها واحد المعنى لغوي لم يتفطن اليه الكثير من الناس. ثم موقع المطالبين بالحق المدني في الدعوه العموميه ناقشت الامور هذه وبينتها، والعديد من الامور التي ستكون ان شاء الله تعالى وجدا للمرافعه باذن الله.